وتسيبيني اعمل اللي عايزه زي كل يوم. خليكي في نفسك يا زينب، وروحي ادعي لي على المحروسه الجديده خليها تيجي تطفح. قلبك تعملي لها العشاء بنفسك كمان؟ زينب قلت خليكي في نفسك وروحي اعملي اللي طلبته منك، وعلى فكره الحاج زمانه على وصول. ما هو قلبك الطيب هو اللي مطمعهم فيكي. خلي من وشي يا زينب، خلي ده الفعيلة تشيلي. اعملي يا ماما. يخرب بيتك حطيتيني على ناقصة يا اختي. بنعمل اللي اتفقنا عليه. اوعدك انك بتحطي لها سم. سم؟ سم ايه يا مجنون؟ انت عايز توديني 60 داهية؟ ده زيت خربة. الحمد لله. انت بقى عملتي ايه؟ عملت اللي قلتي لي عليه بالظبط، وسميحة مستنيها تخرج عشان تدخل تعمل اللي اتفقنا عليه. وانا كده بقى عملت اللي عليا. اتفضل. اللهم صل على النبي. قمر الحاج عنده حق. شو بدك؟ اتفضلي يا هانم، العشاء جاهز. ما رح اطلع غير ما يجي فواز. الست انهار بتقول انه على وصول. انا ما حاسه بحدا، ما رح اطلع غير ما يجي فواز. اهو الحاج بيركن ونازل اهو. عن جد؟ ايه يلا انطري اني جايه معك. اتفضلي. استني يا ست افتحي. اتفضلي. بدي انطر فواز. كفر لما تلحفك. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا حبيبي. سألتلك إيه الحلاوة والجمال ده؟ أيوة كده، بس خفي شوية، انت كده هتجننيهم. من وقت ما ظهرت حبسة حالي بالأوضة، لك خايفة أظهر ما يعملوا فيه شيء. دول نسمة، نسمة ولا هتحسي بيهم خالص. بقول لك إيه، أنت وحشتيني أوي. هيدا الحكي بتقوله لإلي ولا لكل وحدة منهم؟ ما قلنا شيليهم من دماغك بقى عشان ترتاحي، ها؟ عشان ترتاحي يا رب. العشاء جاهز يا أحلى عروسة. يا خبر أبيض. بنفسك يا نهار. أنا أفديك الساعة لما أعمل العروسة بتاعتنا الحلوة. مش بقول لك نسمة؟ نسمة. اتفضلي يا حبيبي، اتفضلي. وأنت يا أختي مالك كده وشك مصفر؟ فواز. ها؟ أمال فين سميحة يا حبيبي؟ فين سميحة؟ أنا أخويا عليا. اسم الله عليك، الواد تعبني قوي يا فواز لحد ما نام غلبني، الواد شقي. معلش يا اختي معلش، ما هو طالع لابوه. حتة منه، اصلها بتحبه وبتموت فيه. عقبالك يا حبيبتي ان شاء الله كده لما تحبالي وتشيلي وتتعبي زينا. احنا مش هنتعشى بقى ولا ايه؟ لا احنا ما نتعشاش ازاي، ده احنا لازم نتعشى. وبالذات العروسه. خشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقعدي جنب الحاج. انتي مكسوفه ولا ايه؟ دليله ليلتك يا عروسه. لا يا اخت مايا، اوعي إيه تتكسفي ابدا، ده انت في بيتك واحنا اخواتك. طبعا، وبعدين اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها ايه؟ عيال يا حبيبتي. والله عليكي، انا عامله لك بقى شويه فول مصري، انما ايه عسل يستاهلوا بقك. ودي يا اختي بقك مربى بقى اسكندراني تشتغل بقك. خدي يا اختي بلعي بالمية. مية لا، مية لا، بالعصير افيد. اتفضلي يا حبيبتي بالهنا والشفا، مطرح ما يسري يمري، مطرح ما يحط راسه ويحط رجليه بقى. بالراحة يا بنات، بالراحة يا نسم، ما تبقوش نسمة قوي كده. العصير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بلعي عصير من خد العصير، اطلبيلي الفول يا. بلاش فول، ياكل بيت. كلت بالليل انت امبارح فول. لا ده حتى بدا في دماغي كده. انا عملتها وكانت نايمة. حلوة ونزلت كده.
كده. آه حسن حسن كنت نايه برضه. لا 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 على طول. شوفي العصر. الحمد لله. مش قلت لك ان هما نسمه وهيدلعوكي ويرحبوا بيكي بزميلك؟ بعمرك اتدلعتي كده في بيتكم؟ ما بعرف ليش حاسه انه الاكل فيه شيء غريب. لا ده عشان انت مش متعوده على الاكل المصري، واخدلي على الفتافيت والكتاكيت والعصافير بتاعتكم. لا الظاهر انه عن جد تقلب بالاكل. يا حبيبتي هو ده الاكل المصري يا رم. وبطني كمان عم يوجعني كتير يا فواز. ما تقوليش نفسك فعلا. هو لاهلي كمان شغلين لي بالي، عم بقول لهم ما حدا عم برد. هم جايين بكره يا بنتي. لا اله الا الله، بتشغلي نفسك ليه بقى؟ بطنك وجعك بجد ولا ايه؟ كتير كتير يا فواز عن جد كتير. لا اله الا الله، مش للدرجات يا حبيبتي. ما تخافيش، انا دلوقتي في ثواني هضيع لك الالم ده، وهتحسي بسحر، سحر بيمسح كل الاوجاع. اللي بيسمعك بقول انك عن جد بتحبني فواز. عن جد وعن هزار وعن كل حاجه. اه بطني. بلاش الميه تديها العصير، بلاش الجبنه، بلاش الفل الحاج يا ولادي. ها التاني مش فاهم. كويس علشان بالذات الليلات، وبعدين عيب عندنا ضيوف، البنت غريبه هنفرجها سنه الوسخ على اول مره. طلعي الزرابين يا نهار وانت عارفاها. تسلمي يا اخويا زرابينك، تسلمي. تعالي تعالي هنا. حطيت لها ايه في الاكل؟ النبي يا اخويا ما حطيت حاجه. مش انت اللي قايل لي احط لها حبايه منع الحمل جوه في العصير؟ غير حبايه منع الحمل قلتلها ايه عشان يوجع بطنها كده؟ ولا حاجه اوعى. انت اللي سبت لنا البنات كلها ورايح جايب لي عرسه حته بتاع سنجوحه كده، وتلاقي معدتها قد كده مش واخده على اكل العز بتاعنا. ماشي يا نهار، انما قسما بالله لو عرفت او شميت، بس شميت انك ليكي دعوه بالموضوع ده انت ولا جوز الخيل، يا ويلكم مني. تسلمني يا اخويا وانا خيرك. بس بس اشرب